ياسين خلي بالك من فرح. انت رايحه فين؟ رايحه لخالتك. طب ما تاخديني معاكي. مش هينفع، خالتك عندها مشكله واذا خدتكم معايا هحتاس مش هعرف اعمل لها حاجه. طب هترجع امتى؟ معرفش. افتح ده تلاقيه عم ربيع. اتفضل يا عم ربيع. عم ربيع هيفضل معاكم، هتسمع كلامه مش هتضايقه. حاضر. هكلمكم كل شويه. ما تقلقيش انا موجود. الحقي انت طريقك. كتر خيرك. سلامة. ربنا يديك الصحه. سلامة. عامل ايه يا ياسين؟ الحمد لله. تعرف تلعب ايه بقى يا عم ربيع؟ زي ما انت عايز. تعالى. ايوه ابراهيم. ايوه حنان. انا قربت اقابلك في النيابه. طب ما تعدي عليا الاول. ما تخليها في النيابه احسن عشان نصرف. طب اسمع مني بس، عشان المحامي لسه هيجي لي وننزل كلنا نروح سوا. ماشي سلام. طمنيني بس لما توصلي. سلام. يا صالح حنان جايه في الطريق. انت كده عملت الصح. بقول لك يا صالح، ما تخليها تسلم نفسها من بره بره. مفيش حد غيرها يعرف يقررها على مكان المركب. سلام. اي ابراهيم انا تحت، يلا انزل. طب اطلع حنان، اطلع المحامي زمانه على وصول. ليه ما تنزلي عشان نبقى اسرع؟ طيب ماشي اطلعي، بس خدي نفسك اشربي حاجه بس قبل ما البس الجزمه وننزل على طول. حاضر انا طالع. اللي هو ازاي يعني؟ ما نكلمها قدامك. كلمها تاني ولو هنا هعرف عملها فيها قبل كده. يلا